زار مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين تذكارية حلبجة. وفي مؤتمر صحفي أكد منير زعرور على أهمية الصحافة في عدم تكرار مثل هذه الجرائم. بصراحة يعجز التعبير عن حجم الأسى والألم والتواضع أمام حجم هذه المأساة اللي حصلت، أمام هذا البشاعة اللي ممكن يرتكبها الإنسان ضد الإنسان. درب الآلام اللي ساروا فيه أهل حلبجة هو درب لآلام شعوب كثيرة في المنطقة مكهورة، عانت الذبح والمجازر من فلسطين لسوريا لليمن، لكن هو درب آلام الشعوب المقهورة. إيماننا العميق أنه هو نهاية المجد. هم خطوا ليس بخيارهم قتل فرض عليهم، لكن مسيرتهم ستقودنا إلى نهاية لا بد منها، من كرامة، حقوق، هوية، وأهم شيء رحمة، ورحمة تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا. هذا مشاعر الشخصية. أنا كشخص فلسطيني دائما مغمورين، كل في مأساته وكل في ما يتعرض له كشعب. ومهم جدا أن تنفتح الشعوب تجاه آلام الآخرين، لأنه وهذا أقهر وأخطر ما تحاول القيادات أو الأنظمة حجبه عنا. فبصراحة أنا يعني نفسيا وشعوريا ربما عاجز عن الوصف بشكل دقيق عما يجول في داخلي، لكن رؤية الصور تذكرنا بشيء آخر، وهو دور الصحافة. لولا الصحافة والصحفيين ونقلها الحقيقة لما عرفنا الكثير عما جرى. صحيح هناك الشهود وهناك الناجين، لكن الصحافة هي جوهرية في مساعدة الشعب هنا ومساعدة الشعوب الأخرى في معرفة وفي تجاوز وفي العمل من أجل أن نقوم بكل جهد لئلا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى. لذلك أشكر جهود الزملاء في نقابة الصحفيين إنه سنحوا وفتحوا لي هذا المجال إنه آجي هنا وأشاهد هذا المكان، ألتقي بكم. وأملي الأساسي إنه أنتم كصحافة وكصحفيين كزميلات وزملاء ورفاق أن تكون مثل هذه الحوادث تذكرة لنا جميعا بأن علينا مسؤولية يجب أن لا نتنازل عنها، يجب أن لا نخذلها. مسؤوليتنا دائما وأبدا أن ننقل الحقيقة لشعوبنا، لكي الشعوب لديها حكمة، عندما تعرف ما يجري تأخذ القرار الصحيح. واجبنا أن ننقل لهم الحقيقة، أن نمكن شعوبنا من أن تختار الطريق الصحيح وتأخذ القرار الصحيح. شكرا لكم جميعا، وأتمنى لكم يعني مستقبلا مجيدا